العراق يدخل منعطفا حادا، ارتفاع حدة العنف على وقع الاحتجاجات، والأمن يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين. دمشق وأنقرة أفاق تطبيق العلاقات، اللجنة الدستورية وملف الأكراد بوابة التعاون، وموسكو الحاضر في هذا الملف. أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. إذن يدخل العراق منعطفا حادا على وقع الاحتجاجات الدامية. وكالات الإعلام العالمية تؤكد مقتل 5 متظاهرين في بغداد بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن. تعامل أمني خشن برأي مراقبين نتج عن الاجتماع الحكومي الأمني الذي عقده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مطلع الأسبوع. في المقابل يصر المتظاهرون على الوصول إلى الساحات والميادين العامة في بغداد ومدن الجنوب، ولا حلول تظهر في الأفق. القوى السياسية انقسمت على وقع الاحتجاجات، فيما تصر الحكومة على اتهام من تصفهم بالمندسين بافتعال الحوادث الأمنية. كربلاء كانت كلمة السر خلال الساعات 24 الأخيرة. فيها اقتحم متظاهرون مقر القنصلية الإيرانية هاتفين كربلاء حرة وإيران برة، شعار قصير في كلماته عميق في معانيه، خاصة في مدينة مثل كربلاء. في المحصلة يقف العراق برأي متابعين أمام أخطر مراحله منذ الغزو الأمريكي في العام 2003. واحد مضى على سنوية الحكومة العراقية الحالية، أسبوع لم يكن كما تتمنى أي حكومة، فتصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية وتأزم المشهد يلقيان بالثقل على عاتق الحكومة وحدها. التظاهرات امتدت في بغداد لتصل شارع الرشيد بعد تقدم مئات المتظاهرين باتجاه جسر الأحرار الذي يربط جانبي بغداد في محاولة للعبور نحو المنطقة الخضراء، بعد أن فشل المتظاهرون في اجتياز جسر الجمهورية المغلق بواسطة حواجز إسمنتية والمئات من عناصر الأمن. مصادر طبية عراقية قالت إن ما لا يقل عن 5 قتلى سقطوا عند بداية جسر الأحرار ووسط شارع الرشيد، بينهم فتى في 16 من عمره، كما سقط نحو 30 جريحا، مضيفة أن بغداد وذيقار وكربلاء وميسان تصدرت المحافظات بأعداد الضحايا. في المقابل أغلق المتظاهرون عدة شوارع رئيسية وفرعية في بغداد وخارجها، ونصبوا خياما فيها، وواجهتهم قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي لأجل فتح الطرق. في الجنوب الذي شهد ليلة عنيفة وتحديدا في محافظة كربلاء، التظاهرات والإضراب ما زالت مستمرة بشكل واسع، إذ أغلق المتظاهرون جميع الجسور والطرق الرئيسية في مركز محافظة المثنى، بالإضافة إلى تعليق الدوام الرسمي برغم محاولات الأمن منع ذلك. مدينة النجف التي تتسع فيها دائرة الإضراب شهدت إغلاق مقار شركات الاتصال الهاتفي وإغلاق العديد من الطرق الحيوية. تصادف ذلك مع زيارة مفاجئة لزعيم أكبر كتلة نيابية مقتدى الصدر إلى إيران. العشائر أيضا أعلن بعضها دعمه للاحتجاجات والتبرؤ من كل منتسب في جهاز أمني يعتدي على المتظاهرين، حيث تتمتع العشائر في العراق بثقل يؤثر أحيانا على مسار السياسة. كل ذلك يجري تحت تشديد القبضة الأمنية في نواحي العراق جميعها، والتهديد الرسمي بعمليات الدهم والتفتيش والبحث عن المطلوبين والمتسببين بقطع الطرق. إذن حول التطورات في العراق، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو رئيس المجلس الموحد لعشائر العراق الشيخ رعد سليمان، كذلك أرحب بضيفي من بغداد الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما الشيخ رعد، أبدأ معك بداية، موقفكم كمجلس موحد لعشائر العراق مما يجري اليوم في العراق في مدنه المتعددة، كربلاء، النجف، بغداد ومدن أخرى أيضا. طبعا تحية لك ولتلفزيون المملكة ولجميع مشاهدي القناة المحترمين ولضيفك الكريم دكتور هاشم من بغداد.
احنا موقفنا كمجلس اليوم الموقف يكون موحد، سواء كان علمانيين او ليبراليين او شيوخ او اي ناس. يعني اليوم الناس متعاطفه بشكل عام مع الوضع اللي موجود بداخل العراق. اليوم احنا بازمه، والازمه حقيقيه. اليوم الراي كله موحد ضد توجه معين. الحكومة اليوم هذه التظاهرات صار لها أكثر، هي التظاهرات سمح بها الدستور من كذا سنة، الناس تتظاهر وتنطي مطالبها للأنديوزر، للجهة المستفيدة، بس ما حد ينادي. يقول لك أوكي، هم متونسين على هاي الشغلة، مال ظل خوش ديمقراطية، استعرض وظل اكتب وناشد وإحنا نشوف. ماكو. بس اليوم من صار ضغط عليهم قضية رأي عام، وصاروا شهداء عندنا كثير، لا انتبهوا، قالوا إحنا آسفين راح نسوي إصلاحات. سووا إصلاحات كثيرة، بس اليوم الشعب بشكل عام، هو أستاذ هاشم يعرف مطالب الشعب شنو اليوم أكثر. الحكومة رادت تختار باور يعني بينها وبين المتظاهرين، يريد يشوفون شنو مطالب المتظاهرين. اليوم قالوا احنا ما عندنا مطالب مي وكهرباء وصيانة ومصعد ومستشفى، لأن كلهم انكذب علينا ما نريدهم. احنا اليوم مطلبنا الوحيد اللي هو استبدال الحكومة بحكومة أفضل، وكذلك مجلس النواب. الآلية آلية الدستور بها أخطاء، يمكن الأخ ضيفك من بغداد يعيدني بهذا الشيء، ما تقبل تعشق بعد. يعني الدولة منتهبيها كم 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 زعيم سياسي يقول لي هاي حصتي الفلانية، المحافظة الجنوبية إلي، المحافظة الغربية للحزب الفلاني، والكراد أساسا هم أوردي مخصومين. هذا خلقة احتقان. هل المحاسس الطائفية هي فقط المسؤولة عن تردي أوضاع العراق اليوم؟ أكيد أكيد، هي تداعيات. اليوم أكو نخبة تدعي نفسها هي متبنية بين قوسين، أول ما جت على ظهر دبابة بالاحتلال قالوا أكو احنا البيت الشيعي. البيت الشيعي يتضمن الفرات الأوسط والجنوب، شكلوا إقليم، قالوا هذا الإقليم البيت الشيعي، مخلوه عرف خاف يحتاجونه يوم من الأيام. هذا الموضوع احنا متأكدين من عنده. الشعب الجنوبي والفرات الأوسط والعراق بشكل عام دائما عاطفي، ما يريد هذا التقسيمات، بس خوفوهم، قالهم البعثين وصدام راح يرجع والوهابية ومن هاي الأسماء المسميات، خلوا الشارع الشيعي شوية يصير عنده ردة فعل. بس اليوم صارت صحوة حقيقية عند كل الشعب العراقي، هتافاتهم وحدة. أفضل إنجاز سوته الحكومة إن وحدتنا. قبل الشيعي عنده ردة فعل اللي يروح على المناطق السنية، ثق تماما. أنا اليوم من المناطق السنية، أهلي وعمامي وأصدقائي وكل عشيرتي موجودين عندي الشيعة، قام يروحون ويتمشون ويفترون بالمناطق الشيعية ويرحبون بيهم. هاي من هذا التحول من 11 وجاي، مو مال 15 سنة. هناك حالة وحدة وطنية. سأعود إلى هذه الحالة. ضيف من بغداد الأستاذ محمود الهاشمي، يعني متظاهرون حولنا أو حول إحراق مبنى قنصلية إيران في كربلاء. اليوم الأنباء تأتي هذا المساء بأن العلم العراقي رفع فوق القنصلية، يتهمون المحتجون بأن إيران هي خلف النظام السياسي العراقي بين قوسين الفاسد الذين يطالبون بإسقاطه. دلالات ذلك أن تهاجم القنصلية، العراق حرة، إيران برة، في الآن الشارع العراقي يهتف بصوت واحد ضد إيران، ما هي الدلالات برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم برنامجكم الموقر، لضيفكم الكريم الشيخ رائد المحترم. سيدي الكريم، التداعيات الأخرى فيما تخص الشعارات وسواها هذه طبعا خارج أطر واجبات المتظاهر. المتظاهر يجب أن يفهم أننا الآن على مفترق طرق، تسلسل حكومات متتابعة لم تستطع أن تقدم شيئا إلى مواطنها، وهذا المواطن الآن هذه التراكمات تجمعت وتحولت إلى تظاهرات وإلى احتجاجات عبروا عنها بأشكال مختلفة. لا شك أن الولايات المتحدة منزعجة من بعض التداعيات الموجودة بالعراق، وهذا صراع نفوذ موجود على أرض العراق، وكذلك للجمهورية الإسلامية أيضا عندها مثل هذا النفوذ. هذا نحن خارج هذه الدوائر، إنما نبحث عن حقيقة. لدينا الآن معادل موجود، هنالك شعب يبحث عن حقوقه، وهنالك حكومة فشلت في إداء واجباتها، أو قل طبق السياسيين لم تستطيعوا أن ينجزوا ما هو مهم إلى شعبهم. لذا
نحن الآن نبحث عن مخرج لهذه التداعيات، ودون أن نبحث عن التفاهمات الأخرى، سوى هذا ذهب إلى السفارة ومن دفعه، وحتى يدفع لك مبلغ حتى يصيح إيران برا برا، هذا يتعبنا، يتعبنا احنا بالعراق هذا الموضوع. لكن هذا ما استاذ محمود، هذا ما يؤجج اليوم الشارع، زيارات المتكرر للقاسم سليماني رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، ذهاب المسؤولين الايرانيين، تدخل المرشد الاعلى، تخويل التظاهرات، اتهامها بالعماله، هو ايضا ما يؤجج هذا الشارع، اضافه الى التعامل الخشن ولا اصلاح في أفق. حتى الآن القوى متصارعة متنافسة، العراق بلد ثري منهوب للمحظوظين، قراره يأتي من الخارج. أنا قلت لك سيدي أن طبقة السياسيين فشلت في إدارة السلطة. زيارات تتم مثل ما تتعاقب علينا قبل يومين، وفد من الكونغرس الأمريكي زار العراق، التقى بالمسؤولين، أي مسؤول آخر يستقبله من دولة أخرى، لا نريد أن نضع وكأنما هذه فزعات بالنسبة لنا، ما أن يدخل مسؤول إيراني أو يدخل أمريكي أو يدخل من الأمم المتحدة زائر، أهلا وسهلا بهم، إحنا ما عدنا زعلنا هالموضوع. نحن لدينا معادلة الآن علينا أن نفكر بها، كيف ننقذ شعبنا وسط الأمور أن بعض المتظاهرين يصلون إلى الجسر الآن، يردون يوقعون الجسر الجمهورية ويحفرون جواه ويحرقون الماسكات الخاصة بي من البلاستيك، هذا خطر علينا وعلى مستقبلنا، ولا وما نريد نعود ثقافة شعبنا انه يهاجمون المؤسسات، هذا الجسر ورثناه من الحكومات السابقة، هذه المؤسسات الحكومية مباني ورثناها من الحكومات، وتتغير الحكومات وتبقى الدولة ويبقى الوطن، نريد ثقافة متبادلة بين رجل الأمن الذي يجب ان تكون لديه ثقافة ان لا يستفز من شعار او وجهة نظر او رأي، ونريد ايضا ثقافة متظاهر ان يحسن يعني انا افهم هذا القول، انا رجل الامن، يعني نسمع استاذ محمود، يعني حتى نكون منصفين ونحن في المنتصف في اطار من الحيادية، يعني تابعنا اكثر من مقطع فيديو، نعم. بعض العراقيين في هذا بدوا وانهم يستوقفون ويستجوبون ممن لا يتقن اللهجة العراقية ويقولها بالفم الملآن، ايران موجودة بشرطتها وقواتها هناك، قاسم سليماني يدير المواجهة ضد المتظاهرين. والله يا استاذي هكذا يقال، انا في الميدان يقال. اولا انا استاذي انا لا ما يخالف حتى افهمك على الجمله هاي، مو حتى لا تحول الى وجهه نظر عام. اولا ايران لا محتاجه ان تدخل للعراق، ولدي يعني لدى كل الاوساط حاله فهم عامه لايران اذا اريد تجي الجزائر، لا نقبله ولا نقبل هذا النوع من التفاهم ولا نقبل تشويه التظاهرات رجاء بهذا الشكل. المتظاهرون هم ابناء وطننا ولهم حقوق علينا، طيب. ونحن نزورهم يوميا في الساحه التحرير لغرض احد يعني يشوه هذا الكلام، كذلك نضغط على الحكومه، يعني الكل في الدول العربيه عندما تقع المظاهرات تبدا الشيطره، اي يقول لك اسرائيل تتدخل، الولايات المتحده تدخل، ايران تتدخل، السعوديه تتدخل، هذه الدوله كلها. طيب اريد ان اتحول للشيخ رعد سليمان، ساعود اليك استاذ محمود. شيخ رعد، يعني لماذا لا تتدخل ايران؟ الولايات المتحده ايضا تتدخل، دائما ما كان يحذر من ان تحول العراق الى ساحه للصراع ما بين الجانبين، فلا حاجه لان تتدخل ايران، فلديها من القوى السياسيه والولاءات التي تستطيع ان تصدر اوامر من طهران مباشره دون ان يكون لها وجود مادي على الأرض. خلي يفهمني أستاذ محمود، الرجال أنا بس أحب يعني موضوع إيران شو ما تتدخل أستاذ محمود، شنو لا حاجة اليوم إيران هي أساسا عايشة على اقتصاد العراق، تتدخل سياسيا وعسكريا وبكل شيء، حتى دينيا تفرض على شعائرها، وجابت أكثر من 7500 شخص من إيران حراسات تريد بحجة تحمي زوارها اللي جايين من برا، وقالوا الحكومة انطتنا ليسن الإجازة بحيث احنا ندخل زوارنا، وهذا ممنوع كل دول العالم ممنوع، اني احمي زوار اللي يجون من الاردن، من السعوديه، من ايران، هذا واجبي انا، شنو جايب وياك الشرطه والجيش يريد يحمون زوارك؟ ليش اذا انا ما اقدر احمي زوارك ماكو داعي تجي علي انت؟ هذا واحد. الجانب الثاني اخي الكريم، تاكد كذول كلهم شباب، هو يعرف كل الزين استاذ محمود، كلهم شباب 2000 يحبون الوطن، رافعين شعار ريد وطن، لا كهرباء لا مي لا كل شيء، شباب عمرهم اعمارهم 20 سنه، اكبر واحد عمره 25 سنه ورافعين هذا الشعار مال، ويعرفون كل الزين. في كربلاء عندي اصدقاء لحد قبل ما اجي من الاستوديو قبل ساعه كامله قالوا ناس، الله وكيلك جتني ناس سيارات قبل كم يوم،
وملثمين يقتلون بأبناء كربلاء، عربي ما يعرف يتحدثون أو بالأحرى ما يقبل يتحدث، وتنطيه مي تقول تريد تقنع يشرب ما يشرب ولا يتكلم اللغة العربية. ذبحوا أبنائهم الساعة بالوحدة وثلث بالليل، انسحبوا وصارت الجثث بالسيارة، 7500 جريح بكربلة. زين هاي ونصهم إصابة خطرة، هذول اللي معوق راح يموت. شنو إيران؟ إحنا كل بنائنا من إيران. إيران تدخلت بالعراق منذ 2003 لحد يومنا هذا، وللأسف الشديد البلدان العربية كلها ما تدخلت باستثناء يعني كم دولة وقفت ويانا بموقف النازحين وموقف الكذا يعني، بس الموقف الريد الشجاع إيران. تعرف ليش دخلت؟ لأن إيران لقت العرب ما موجودين، لقت أكو فراغ ودخلت. لحد اليوم من تصفى الدنيا ويصير العراق عراق يجي كذا. احنا دا اليوم من كربلاء للشيوخ يقولون خلي السعودية والإمارات مكان ما أخذوا رجالات رفحة اللي يكفوا، بجا صدام حسين وراحوا ملايين، انطوهم كل الامتيازات وانطوهم رواتب. اليوم أبنائنا في كربلاء دين جرحون وفي النجف وبالبصرة وبكل مكان وببغداد ماكو مستشفى. والله لو أنا لا أخلي حتى السفارة السعودية تصير مستشفى وتداوي للناس الجرحى. وكذلك شارع بماذا أفادت تدخل الأمريكي؟ يعني إذا ننتقد شارع، اسمح لي، إذا كنا ننتقد تدخل الإيراني دولة قوية ربما ترى من وجهة نظرها أن يكون لها نفوذ في المنطقة. الولايات المتحدة أيضا أسقطت نظام في العراق، تدخلت لديها وجود، لماذا ينتقد الوجود العسكري الأمريكي وكامل الغضب ينصب على إيران فقط لا غير؟ أخي إيران عندها مطامع بالعراق بكل شيء، تريد تأخذ الزراعة والصناعة وتستحوذ على كل شيء. اقتصاد إيران لو العراق يسكر اليوم، أنا جايك إيران وضعها الاقتصادي إنه بشهر ما راح يطول. بس من أريد أستغرب من شغلة واحدة، أنا قبل ما أدخل للاستوديو كنت قاعد جوا باللوبية مو واحد من الأصدقاء بالتلفزيون المملكة دا يحكي لي موضوع الحكومة. أنا ما أعرف الحكومة الأردنية استقالت إلا اليوم عرفت، يعني ولا عبالك الحياة الطبيعية والمواطن ما يعرف الحكومة استقالت وراح ترجع الحكومة بعد 3 أيام تتشكل وهدوء. أخي إحنا نحسد تعديل حكومي، هو تعديل أخي تعديل حكومي. ما تعديل ما يقبل يطلعون إلا بهاونات إلا بلا، ويجيك ويقول لك مو راح يفجرون الجسر. إيه شنو تريد؟ اللي واقفين 2.5 مليون على الجسر ورافعين شعار نريد حقوقنا ونريد وطن، شنو تريد تبيدهم كيميائي على مود الجسير ماله؟ هل يجري التغيير والتعديل الأفضل في العراق عبر إحراق المقرات، المؤسسات، مباني الدولة، الاستفزازات لرجال الأمن؟ أنا أجيك هذا سؤال، ثق تماما وتأكد تماما، شبابنا الفرات الأوسط والجنوب ما حرقوا ولا دائرة من الدوائر. أكو أجندات حرقت، أنا أقول لك حرقوا للأحزاب الدخيلة على العراق، حرقوا الميليشيات واللي شير يصير خلصير علينا، يقول لك احنا حرقناها لان تأذينا، ذبحوا اولادنا وطلعوا هاي الشعارات كذب وطن وداعش وبعثيه وصداميه وراح يجيكم. اليوم الحكومه المرجعيه في النجف على اساس اليوم على وكره يعني موقفها يكون موحد من الطبقه السياسيه، واذا ما دخلت المرجعيه راح تصير كارثه. فعلى الاخوان اللي موجودين بالعملية السياسية أن يعيلون استقالتهم. الحكومة مجلس النواب مو عيب، جيبوا ناس خيرين من 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 جنوب العراق من الوسط، ناس ما انتماءاتهم تكون حزبية ولائية لا لتركيا ولا لإيران ولا لأي دولة كانت. أخي أنت عراقي، احنا علمنا العالم الحضارة، علمنا الناس شلون تقرأ وتكتب. نعم. يجين واحد إيراني بين قوسين أرجنتيني يعلمني شلون آكل شلون أشرب وشلون، ويقول لي ممنوع أص لا تحكي. ليش لا؟ اليوم شعارنا إيران برا برا نقطة راس سطر، وكل الموجودين بالعملية السياسية خلال 5 أيام 6 تأخذها مني لازم يستقلين. إذا ما استقالوا راح يفوتوهم المنطقة الخضراء ويسحلوهم، مال جسر راح يوقع، بيت راح يوقع. هذا الحكي مو من المتظاهرين، شباب صغار عمره 16 14 18 سنة، والله العظيم ما شايل كل شيء ولا فد يوم واحد المتظاهرين قاتل شرطي ولا جندي. أصلا ذولي مكافحة الشغب هي تضرب بهم وقتلت، جهاز مكافحة الإرهاب متعاون وياهم، جهاز وزارة الدفاع كذلك يعرفون كل الزين. اليوم صار كرك نص الجيش والشرطة كذا متعاطفين، ذولي أبنائهم ما يجي يقتلوهم. أنت تجي تأخذ لي عنوان وتقول ذولي مو راح يفجرون الجسر الفلاني، لا يفجروا ولا راح يتفجر. طيب أستاذ محمود الهاشمي، يعني حقوق الناس مضمونة وبلدنا أن يرجع على شعار نريد وطن يا أستاذ محمود. يعني الشعار واضح أستاذ محمود الهاشمي، يعني العراقيون هذا الفئة الشابة اليوم يريدون وطنا، يريدون حياة كريمة، عايش كريم،
يعني يرفضون تدخل أي جهة كانت. الحكومة العراقية اليوم، مجلس النواب كيف يتصرف؟ لجنة تعديل الدستور ماذا تبحث؟ أسئلة كثيرة حائرة لا تجد من يجيب عليها حتى الآن. تبدو الحكومة العراقية عاجزة عن تقديم إجابات، أو دادئ الشارع غاضب ويزداد غضبا مع في كل مرة يستخدم الرصاص الحي. لا شوف، هذه اللغة، لغة الشيخ، هذه لغة طائفية خطولي، هذه ما لها علاقة. يتحدث عن الوطن يا أستاذ محمود، لا يتحدث عن الشمال أو الجنوب. لا طارد، إذا أحكي على إيران يعني طائفي. لا، هو من طائفة ثانية، هذا يزعجنا الحكي. هو خليه يزعجك، أنا ما جايب طارد. إحنا وطننا، لا رجاء، لا مو قضية إيران وإيران، هذه كأنما إحنا لا عندنا إرادة ولا عندنا دولة، ما عندنا إرادة، ولا عندنا مثقفين، ولا عندنا شيوخ، لا ما يصير، كلهم مسلوبين الإرادة. أنا ما حكيت، أنا في العراق الشيعة اليوم الشيعة أشجع من السنة. أستاذ محمود وقفوا بوجه الدولة وبوجه إيران وقالوا كلا، الشيعة اليوم أشجع من السنة بالعراق. تولي هاي الشيعة والسنة هم ختولي؟ لا ما خليها تولي، لأن هم أبطال وصاروا عنوان، صاروا عنوان ذولي، ما خليها تولي، هاي ما غادرها، لازم أقف يمها. أعطيني مجال، أنا ما رديتك، تعطيني مجال خليني أكتب. طيب شيخ رعد لو سمحت، دعه يعني يشرح، دعه يشرح وجهة نظره. أشكرك شيخ رعد، تفضل أستاذ محمود، أرجوك أن تكمل. لا يعني ما يصير. تفضل سيدي الكريم، العلة بنا وليس بأي طرف خارجي. صحيح بلدان أخرى لها يد ذيك كذا، لكن لو كنا نحن على قلب واحد وعلى حالة من الفهم لمشكلتنا، احنا لا أول بلد ولا آخر بلد بتحديات، أمم كثيرة تمر بتحديات كبيرة تنتج عقولها حلول. الآن احنا اتصلنا نتصل بالمتظاهرين، ولدينا مرجعية رشيدة، ولدينا أصحاب عقول، أول دولة آخر دولة تفشل حكومتها في إدارة دولتها. متظاهرين هذا العالم، فرنسا الآن صار لهم 3 أشهر أصحاب البدلات الصفر متظاهرين، هاي ما مشكلة، لا دخل. لكن أستاذ محمود، يعني الفشل ملازم، السبب ملازم للدولة العراقية منذ العام 2003. هناك من يسأل كم من وقت يحتاج يعني حكومة ما كي تثبت أنها قادرة على حل مشاكل البلد؟ 400 مظاهرة خلال سنوات والخدمات متردية. شيخ رعد لو سمحت، ما نروح نلب نفسنا على البلدان الأخرى ونتهم الدول الأخرى، احنا خلينا نقعد نبدأ نناقش مواضيعنا. الآن شعبنا صاحب حق، طلع من أجل حقوق المشروعة، بنفس الوقت أكو حكومة في قيد الاتهام لم تستطع أن تنجز شيئا. ما هو الحل أستاذ محمود؟ لا شكل فلان ولا فلان. اسمح لي حبيبي، احنا رحنا صناديق الاختراع وانتجنا هاي الحكومة، لا نروح احنا كل سلاح خالطين الأوراق، وكل واحد ذاب على جهة، وحاطين البعد الطائفي بالنص، وإيران حرقتنا. إيران دولة قوية، أول برهان شنت يبعدهم، شوارعهم نظيفة، بلدان صناعتهم صايم حولين بلدهم إلى ورشة مال صناعة، وأراضيهم إلى حقل زراعي مثلنا. احنا الظالين ما دبر. يا دولة عربية بها خير، حتى طبيعها نموذجاني، شو طيني دولة عربية بها خير؟ اصنعوا نموذجا خاصا بكم. ليش والله كل الدول العربية، كل الدول العربية افضل من العقل العربي لم يستطع ان ينتج حل. ما كل عقل العربي فاشل بدا ينتج. ما هو الحل يا استاذ محمود؟ اذا انت شخصت العله، دمر بيروت، الشيخ رعد اسمح لي، سياتي دورك. اذا انت شخصت العله استاذ محمود، لنناقش بهدوء تام، اذا ما هو الحل؟ نعم، اذا حللنا ان هناك مرض ما وضعنا الاصبع على الجرح، اعطيك حل بس اعطيني مجال استاذ طارق. احسنت. الآن نحن دعتنا المرجعية الرشيدة بأنه توجد لجنة من الخبراء تتكون من 100-120 واحد، هذول لا مشاركين بالعملية السياسية ولا مشاركين به ولا أصحاب مصالح، أصحاب خبرة وعقل، الآن سيكونون بين المتظاهرين وبين الدولة لحل الإشكال. ما يصير إحنا نبقى أولادنا يموتون بالشوارع، وقواتنا الأمنية تموت بالشوارع، وممتلكاتنا تحترق، واحد يصيح أمريكا واحد يصيح إيران، هذا الموضوع ما يحل الموضوع. ابعدونا من جانب الطائفة رجاء بالكلام، وخلينا نوصل إحنا كذلك، حتى الإعلام الناشط، كل الإعلام الخارجي والداخلي عندنا، أن نكون قيد المسؤولية. الآن وطننا يمر بخطر ويحتاج إلى كلمة الصواب، يريد أن أتحول إلى لندن، لأنه لدي ضيف انضم إلي الآن، يعني الأستاذ حميد
الكفائي كاتب المحلل السياسي، وأيضا أنت كنت ناطقا سابقا باسم مجلس الحكم العراقي. أستاذ حميد، أسألك، بعد الغزو 2003 ما الذي أفشل أن تكون هناك الدولة العراقية الديمقراطية تحتفظ بقرارها بثرواتها؟ أنت كنت في العملية السياسية، ما هو التشخيص، ما هو الفشل الذي لازم العراق منذ العام 2003 وحتى الآن، حتى تتفاقم الوضع إلى هذه الدرجة الآن؟ أعتقد أن الذي أفشل العملية السياسية هو العامل الطائفي ابتداءً. لدينا لا توجد، لم تكن هناك ولا توجد حتى الآن أحزاب سياسية في العراق. هناك أحزاب دينية، وهذه الأحزاب الدينية كثير منها موالي لإيران، وبعضها عندها الآن معظمها لديها ميليشيات عسكرية. وبدأ التناحر بين هذه الجماعات السياسية على المغانم، وبقوا فقط يهتمون لجمع الأموال وتعيين الأتباع والأنصار والأقارب في أجهزة الدولة. لم يكن هناك مشروع وطني حقيقي عند هذه الأحزاب. الأمريكيون أيضاً انصرفوا، خصوصاً بعد مجيء أوباما، تركوا العراق لهذه الأحزاب، وهذه الأحزاب لديها علاقات وطيدة مع إيران. إيران أيضاً تواجه عقوبات دولية، وحاولت وتحاول وقد تمكنت من استغلال الساحة العراقية لتصريف بضائعها، لتصريف أموالها والتدخل بالشأن العراقي. إيران لا تريد دولة قوية في العراق، وهذا واضح جدا، ولذلك هي تقف مع هذه الأحزاب الفاسدة، هذه الأحزاب التي ليس لديها مشروع وطني. طيب هل يمكن أستاذ حميد، هل يمكن أن يصمد، يعني إذا ما وصفنا بأنه مشروع إيراني في العراق، أمام اليوم التظاهر الكثيف للشعب العراقي أمام الهتافات المعادلة لإيران، اليوم الحديث الصريح المباشر من النجف وكربلاء حيث المناطق ذات الكثافة الشيعية، ولا نتحدث أرجوك طائفيا بأن تخرج إيران برا العراق؟ القضية ليست طائفية. الآن العراقيون أجمعوا أن الوجود الإيراني هو ضرر، وضرر كلي، وسوف يودي بالدولة العراقية. القضية ليست طائفية. نحن لا نتحدث عن دولة، نتحدث عن هوية وطنية عراقية. هذا ما يريده المتظاهرون. الشعب العراقي وصل إلى استنتاج هو أنه لا يمكن أن نقيم دولة مع وجود إيران التي تحاول استغلال هذه الدولة العراقية من أجل أغراضها وأهدافها الإقليمية والدولية. العراقيون يريدون دولة قوية، يريدون نظاما سياسيا يحترمهم. العراق بلد ثري جدا، ومع ذلك هناك على الأقل 30% تحت خط الفقر، الخدمات متدهورة، لا توجد استثمارات، لا توجد سياحة. كل هذا لا يهم هذه الأحزاب. الذي يهمها أنها تتقاسم المناصب وتتقاسم الأموال، أموال النفط تحديدا. يدخل العراق على الأقل 100 إلى 150 مليار دولار سنويا من النفط فقط. هذه الأحزاب ليست لديها مشروع وطني، وإلا ما معنى هذا التناحر؟ ما معنى أنها جميعا أحزاب إسلامية ولكن تتحارب فيما بينها وتتنافس؟ لماذا لا يكون لدينا حزب إسلامي واحد أو حزبان إسلاميان؟ لماذا هذا التناحر؟ المشكلة هي في النظام السياسي. نحتاج إلى قوانين جديدة، قانون للأحزاب، قانون للانتخاب، قانون لمفوضية الانتخابات التي يجب أن تكون هيئة قضائية مستقلة، وأن يكون هناك إشراف دولي. نحتاج إلى حكومة مستقلة، حكومة خبراء يمكن أن تقود العراق وتنقذ الموقف من هذا الذي وصلنا إليه. هناك جرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي، هذه الجرائم يجب أن نعرف من الذي ارتكبها، يجب أن يعاقب هؤلاء الذين قتلوا الشبان المتظاهرين. وهؤلاء الشبان يخرجون، ومن حقهم، الدستور كفل لهم التظاهر والاحتجاج، لكنهم مع ذلك قتلوا، والحكومة تخرج إلينا وتقول لا نعرف من الذي قتل الشبان.
هذا كلام غير مقبول. إذن هذه حكومة ضعيفة يجب أن تذهب، وأعتقد أنها آيلة إلى السقوط قريبة. طيب الشيخ رعد، هناك من سأل اليوم المحافظات السنية لماذا يسودها السكون مقابل اشتعال المحافظات الجنوبية؟ طبعا تحية للأستاذ حميد الكفاية، إنسان محترم وأنا متابع كل حواراته ولقاءاته. الرجال ما حكى إلا الشخص طرح وصفة للحل. وصفة للحل. ثاني مرة إحنا اليوم خللنا بالنظام السياسي. أرجع لك النوب المناطق السنية، أستاذ حميد يعرف كل زين. إحنا المناطق السنية اللي هي الموصل وصلاح الدين والأنبار اللي افتعلوا أزمة بها، قالوا هاي المناطق تيد تسقط بغداد، تيد تقضي على الشيعة. هاي الشعارات الرنانة اللي رفعوها حشدوا الناس، خندقوا العالم. جت إيران هدمت البيوت وتخندقت معاها التحالف الدولي، دمروا أكثر من 70% من منشآتنا ومن بيوتنا. اليوم ما نقدر اليوم نطلع إحنا، لأن تهمتنا محطوطة. أستاذ يعرف أستاذ حميد، رأسا داعش أو أربع أرهاب، هم دا ينتظرون بينا يقولون قوموا وقفوا نصرة أخوانكم. من نقوم ونوقف ونرفع شعارات راح يزيفوها، والتهمة مالتنا الأربع أرهاب جاهزة على مود شو اسمه. أنا أقول لك اليوم خاف واحد يقول لك أكثر اليوم الحكومة دا تدفع باتجاه، يقول لك ذول المتظاهرين ما عندهم واجهة أو ما عندهم قيادة، ريد نتفاوض مع القيادة. اليوم ذول الشباب اللي عمرهم 18 و19 سنة أذكياء صاروا، يعني الله سبحانه وتعالى دا يدير هاي المعركة. ما يقبلون يطلعون نموذج 6-7 يقول روح فاوضوا الدولة. ليش؟ يخافون من الخرق. يقول لك عمي مرحبا عليك، احنا مطالبنا موجودة معلقة على مطعم التركي سموه جبل أحد، وعلى جسر الجمهورية مطالبنا حكومة مجلس النواب شلع قلع ويتعدل الدستور، ذني ثلاثة توافقون عليهم تاني نسحب ونروح لهن. ماكو، احنا اليوم باقين مستقتلين اللي عمره 20 سنة قام يفتح زيجه وينزع التيشيرت يقول له تعال اقتلني، لان انا بعد ما تسوى الحياة عندي، انا وطني راح وانت السالب وطني. على مود لا تقول تعال فتشوهم، ماكو ولا واحد شايل سلاح، لان اكو تشيك بوينت موجود من يدي يدخل بساعة التحرير. ما عندهم ولا سكينة ولا سلاح، بس شعاراتهم ومرهبتهم. احنا نطلب من الحكومة اذا هم صحيح يقولون احنا نحب العراق خلي يستقيلون، واكو ناس خيرين يحكمون البلد. طيب. نقطة السطر. طيب استاذ محمود الهاشمي ضيفي من بغداد، برايك على مدى تراهن الحكومة لعودة الامور الى طبيعتها في العراق؟ هذه الازمة يبدو انها ستشتد وسيكون المتظاهرين اكثر بأسا وشدة، هكذا نلاحظ. لا، احنا اولا المتظاهرون هم ابنائنا، ونسعى الى ان نديم التظاهر هذا الحقيقة، لانه اذا لم نستعين بالمتظاهرين لا يمكننا أن نقوم التجربة السياسية في بلدنا، لأننا معهم ونقول أن التجربة السياسية في العراق رافقها فشل كبير لأسباب كثيرة ولتدخلات كثيرة ولسبب عطب، ربما أحيانا العقل لا يستطيع العراقي أن ينتج حلولا لجملة التحديات التي تواجه أسوة بمعظم الدول العربية اللي الآن بعد الربيع تجاربها فاشلة وغير ناجحة. لكن نحن الآن نسعى أن نقلل أو نضغط على الفرصة حتى لا تتحول هذه الأمور إلى المزيد من الضحايا والإراقة. نراهن على شيء واحد، أن هذه الحكومة أيضاً عاطلة لا تستطيع أن تفعل شيئاً، وأن مجلس النواب أيضاً ليس بالمستوى الطموح. شكلنا لجنة من الخبراء ستكون هي الضامن بين الجماهير الضاغطة، وهذه تشكلت بعيدة عن كل شيء حتى تضمن حقوق المتظاهر وحقوق أيضا وكذلك. إذن هناك أنت ترى بريقة يعني أمل تقوم التجربة السياسية، لأن ما نقدر نقدر إحنا الآن نترك البلد بفراغ. الفراغ يأخذنا أريد أسباب بما تبقى من وقت أستاذ حميد. أنت تقول في لجنة خبراء أستاذ حميد الكفائي ترى بريقة أمل انفراج قريبة لما يجري على أرض الرافدين. الانفراج لن يحصل إلا باستقالة هذه الحكومة وتشكيل لجنة دولية قضائية لمعرفة من الذي قتل 400 متظاهر وجرح 12 ألف شخص عراقي خرجوا في المدن العراقية المختلفة. ولن تحل المشكلة إلا بإصلاح النظام السياسي عبر قوانين
للأحزاب والانتخابات ومفوضية الانتخابات ثم تعديل الدستور. هذه المطالب الرئيسية، وهناك مطالب أخرى لأنه هناك تمييز بين العراقيين، هناك محاولة لإثارة الطائفية من جديد. العراقيون شعب واحد، وقد اتضح لنا خلال هذه التظاهرات الشجاعة التي شارك بها العراقيون جميعا، ليس هناك، لا أقبل أن تسمى هذه انتفاضة شيعية. هؤلاء عراقيون لم يطرحوا شعارا طائفيا، هؤلاء في العشرين والثامن أنا والخامسة والعشرين والثامن عشرة، ومع ذلك هم أكثر وعيا، أكثر وعيا من هذه الطبقة السياسية التي استفادت من زرع الفتن وإثارة الطائفية بين أبناء البلد الواحد. حميد الكفائي الكاتب والمحلل السياسي من لندن، أشكرك. أشكر محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ رعد سليمان رئيس المجلس الموحد لعشائر العراق، شكرا جزيلا لكم. دمشق وأنقرة تطبيع للعلاقات أم تقارب في المصالح؟ هذا الملف عقب فاصل قصير. سوريا لا تريد تركيا عدوا، رسالة أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحاته الأخيرة، غير أنها ربما تشي بأكثر من ذلك. سياق التطورات الأخيرة فتح الباب أمام العديد من التكهنات الخاصة بمستقبل العلاقة بين دمشق وأنقرة. التاريخ القريب يلفت إلى أن أنقرة كانت آخر الدول التي قطعت علاقتها بدمشق عقب الأزمة السورية في العام 2011، وبقيت السياسة التركية تحاول لعب دور الوسيط. صحيح أن مياها كثيرة جرت منذ 9 سنوات، غير أن الملفات الأخيرة المتعلقة بالأكراد مثلا اللجنة الدستورية ربما تفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين الجانبين، ليس فقط لأن الأزمة بدأت تختم فصولها، بل كذلك لأن المصالح باتت مشتركة لدى الجانبين، ويغذي كل ذلك وجود الحليف الروسي فضلا عن الرحيل الأمريكي. وجود توتر عسكري على الحدود السورية التركية قد لا يخفي آفاق التقارب السياسي بين البلدين. تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا بات أمرا ملحا حسب ما يرى مراقبون، خصوصا مع التقارب في وجهات النظر الروسية التركية في الشأن السوري على الحدود الشمالية الشرقية، إلى جانب محادثات أستانا التي كانت تركيا طرفا أساسيا فيها على طاولة الحوار مع روسيا وإيران حليفتي سوريا الرئيسيتين طوال فترة الأزمة. الرئيس السوري بشار الأسد تطرق إلى حرص بلاده نحو عدم تحويل تركيا إلى عدو، مشيرا إلى دور الروس والإيرانيين في ذلك، خاصة مع غياب واشنطن عن ساحة الحوار السياسية في الشأن السوري وتركيزها على تأمين مستقبلها النفطي من سوريا. وخلال ما شهدته مناطق شمالي شرق سوريا من توتر عسكري بين حلفاء الولايات المتحدة الأكراد من جهة وتركيا من جهة أخرى، تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، واستغلت روسيا التوتر في العلاقة بين البلدين بتدخل رئيسها فلاديمير بوتين للتوصل إلى حل يرضي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خاصة فيما يتعلق بهدفه لإقامة منطقة آمنة وإبعاد ما يعتبره من تهديد كردي عن حدود بلاده. من الجانب السوري لا تزال دمشق متمسكة باتفاقية أضنا الموقعة مع الجانب التركي قبل ما يزيد عن 20 عاما، باعتبارها اتفاقية تضمن أمن حدود البلدين، الأمر الذي قد يعزز أمل إحياء محادثات بين سوريا وتركيا تجنبا لاستمرار العداء بينهما، إلى جانب النشاطات الأخيرة في خطوات التسوية السياسية للأزمة من خلال تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والتي تحتوي على 50 عضوا من المعارضة السورية، تستضيف أنقرة جزءا وازنا منها. للمزيد ورحب بضيفي من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي طه عودي أوغلو، كذلك ورحب بضيفي من دمشق المستشار برئاسة مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز. أهلا بكما أستاذ عبد القادر. سأبدأ معك، إلى أي مدى برأيك يعني التقاء المصالح المشتركة تغير من وجهات النظر؟
أسعد الله مساءك أخي طارق ومساء جميع الأخوة العاملين في قناة المملكة وجميع أهلنا أبناء المملكة الأردنية الهاشمية. أخي طارق، أنت تعلم بأن العلاقة السورية التركية بلغت مستوى استراتيجي في العام 2010، وصلت إلى تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهذه العلاقة كانت انطلاقاً من أن رؤية الدولة السورية والقيادة في سوريا حول ضرورة خلق فضاء إقليمي، وتكاملت مع ما يسمى سياسة تصفير الأزمات والمشاكل مع الجيران، وبالتالي من هنا كان التطابق، وكان هناك كثير من التقارب وأيضاً تطابق بوجهات النظر، إلى أن بلغت أن الدولة السورية وافقت على أن ترعى تركيا مفاوضات آنذاك ما بين سوريا وإسرائيل، بالإضافة أيضاً إلى التبادل الاقتصادي والتجاري المشترك، الذي حدث بأن سوريا أن تركيا تحولت إلى طرف منذ بداية الأحداث في سوريا، ولجهة طبعاً دعم تنظيم الإخوان المسلمين، وبعد ذلك دعمت وقدمت دعم لتيارات الإسلام السياسي، ثم أصبحت ملاذاً آمناً للكثير من الإرهابيين والمرتزقة، وهذا الأمر يعلمه الجميع. بالنتيجة سوريا لم تقم بالاعتداء على الأمن القومي التركي، لم تهدد مصالح الشعب التركي ولا الدولة التركية، لم تعتدي على أحد، بل كانت هي معتدى عليها. وبالتالي من هنا دائماً الدولة السورية كانت تميز ما بين الشعب التركي، لا شك الشعب الذي تربطنا يعني علاقات جوار جغرافي وأيضا تراث تاريخي وغيره، وما بين نظام الحكم يعني نظام حزب العدالة والتنمية وأردوغان تحديدا بسياساته التي كما قلت أصبحت وهددت المنطقة عموما والإقليم بسياسات غير متوازنة، وسياسات قدمت ملاذا آمنا للإرهابيين، مما أدى إلى انعكاس هذا الأمر على الأوضاع عموما. نعم. وبالتالي من هنا أعتقد بأن هذه كلها محددات أساسية يجب النظر إليها بشكل عميق لجهة إمكانية إعادة يعني ما يسمى إعادة العلاقة ما بين البلدين، على ضوء معالجة الأسباب التي دفعت إلى تأزيم العلاقة أصلا. طيب أستاذ طه عودي أوغلو ضيفي من إسطنبول، كما يقال في السياسة ليس هناك صديق دائم أو عدو دائم، هناك مصالح دائمة هكذا يقال. كيف تنظر أنقرة اليوم إلى أفاق العلاقة؟ هناك تفاهمات في شرق الفرات، عادة نشر الجيش السوري، التقاء مصالح بأن لا يكون هناك ما يسمى كيانا انفصاليا في شمال شرق سوريا لا ترغب به سوريا، ترغب بوحدة أراضيها وكذلك الأمن القومي التركي. هذا الالتقاء وحيث لا صداقة ولا عداوة، كيف تنظر إلى الأفاق؟ يعني في البداية مساء الخير لك أستاذ طارق وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني من دون شك أعتقد العلاقة ما بين أنقرة ودمشق في الفترة الأخيرة هناك حديث عن عودة الحرارة ما بين الطرفين، وخاصة إذا تحدثنا عن اتفاق سوتشي الذي أبرم ما بين أنقرة وموسكو قبل أيام، كان هذا الاتفاق هناك عنصر جديد في هذا الاتفاق، وهو دخول النظام السوري في هذا الاتفاق. وأيضا يعني كما تعلم اتفاق سوتشي كان هو شكل انعطافه بشكل كبير في الأزمة أو في الملف السوري خلال العامين الماضيين، ولكن الجديد هذه المرة هو الحديث على أن هناك وجود القوات السورية هي بجانب القوات أو الشرطة الروسية لحماية الحدود. هذه نقطة. النقطة الأخرى تفعيل الاتفاق سوتشي هو تفعيل اتفاقية أضنا. أنقرة تحدثت للمرة الأولى، تتحدث بأن هناك الأولوية بالنسبة لها في التطورات في شرق الفرات هي إبعاد الوحدات الكردية، وهذا الطلب هناك دول يعني أي دولة أو أي جهة تساعد أنقرة في تحقيق هذا الهدف أعتقد هي لا تسبب مشاكل بالنسبة لأنقرة. وأعتقد أن دمشق هي حالياً
تعاونت وخاصة بإعاز أو بالتعاون مع الروس، الروس هو المحور الأساسي في كل هذه التحولات. وأعتقد هي أنقرة حاليا نستطيع أن نقول بأن عودة العلاقة أو التطبيع ما بين أنقرة ودمشق هو حاليا وارد من دون شك. وأعتقد الأتراك اعترفوا قبل فترة بأن هناك علاقات في مجال الاستخبارات، ولكن إذا سألتني هل من الممكن أن يكون هناك تعاون أو علاقات مباشرة بين الطرفين؟ تصوري في الوقت الحالي أنقرة هي ليست بحاجة لعدة أسباب. السبب الأساسي هو التقارب المباشر مع الروس، وتعي تماما بأن المحرك الأساسي للمعادلة السورية وخاصة إن كان في إدلب أو حتى في شرق الفرات هو روسيا. ولكن هناك عامل آخر، أقصد المعارضة التركية. في أيلول الماضي كان هنا في مدينة إسطنبول عقد اجتماع أو مؤتمر فيما يتعلق بالوضع أو العلاقة مع النظام السوري، وهناك دعوات ضغوط من قبل حزب الشعب الجمهوري أو حتى من حزب السعادة الإسلامي، هو دعا أو طالب الرئيس التركي بإعادة العلاقات مع النظام السوري. بتصوري من الممكن أن تكون في الفترة المقبلة، وخاصة الهدف الأساس، تحقيق الهدف الأساس بالنسبة لأنقرة، أن هناك هاجز، الهاجس الكردي هو عدم إنشاء أو تأسيس كيان كردي على حدودها. أي جهة تخدم هذا الهدف أعتقد أن أنقرة من الممكن أن تتعاون معه. ليس بالضروري أن يكون هناك تعاون أو لقاء ما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، من الممكن أن تكون المعارضة هي تلعب هذا الدور في المرحلة المقبلة. طيب، يعني هل في نهاية المطاف ستتخلى تركيا عن اللغة، لغة يعني دأبت على استخدامها وهي مستفزة بلا شك، أنه لن يكون هناك أي تطبيع مع سوريا إلا برحيل الرئيس بشار الأسد، تسقط ذلك من حساباتها؟ واليوم نرى اللجنة الدستورية تجتمع، ربما لم تحرز تقدم بعد لكنها تجاوزت العقبات، وذلك يقرب من حل الأزمة سياسيا في سوريا. يعني التصور أعتقد يعني هذا المفهوم أو هذا المصطلح سقط من عامين تقريبا من وجهة نظري. يعني في بداية الأزمة كان الرئيس التركي يتحدث عن رحيل بشار الأسد، ولكن إذا تابعت أستاذ طارق يعني خلال 2016 وإلى حتى هذه اللحظة، الحديث التركي عن الأزمة والملف السوري هو عن الأمن القومي التركي إن كان في شرق الفرات أو كان في إدلب. يعني ما يهم تركيا حاليا، الأولوية بالنسبة لتركيا هي حماية حدودها. وأعتقد أنقرة في نهاية المطاف هي حاليا تتابع وتراقب التطورات بشكل كبير، تعي تماما بأن في حال يعني خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المعادلة السورية، وهذا أعتقد صعب في الوقت الحالي، ولكن سيطرة روسيا على كافة مفاصل الأمور داخل سوريا، من الممكن تكون هناك تطورات وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع النظام السوري. حاليا هناك اجتماعات اللجنة الدستورية في حيل تم التوافق السوريين مع بعضهم البعض على بقاء بشار الأسد، أعتقد هذا لا تسبب مشكلة بالنسبة لتركيا. طيب أستاذ عبد القادر، هل أسباب الخلاف من الحدة والصعوبة بحيث يتعذر إيجاد الحلول لها؟ اللهجة التي كان مثلا يتحدث بها الرئيس طيب رجب طيب أردوغان عن ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد، اليوم تغيب هذه اللهجة، تغيب هذه الحدة، تظهر يعني فقط محددات الأمن القومي التركي وهو ما يتحقق الآن على أرض الواقع. ترى أن هناك الخلافات اليوم من الصعب تجاوزها؟ يرى ضيفي من أنقرة أنه ليس ثمت حاجة حقيقية لتركيا أن تمد جسور التعاون ويجري الحديث سياسيا بين دمشق وأنقرة. يعني أولا أخي طارق، اليوم مسألة إعادة استئناف العلاقة كما قلت لك، اليوم الواقعية السياسية وتطورات الميدان وصمود الدولة السورية هي التي فرضت تغير لهجة معينة أو منطق معين، هذا معروف لدى جميع الأطراف، هذا من جهة. من جهة أخرى اليوم على الجانب التركي هو أن يقدم أوراق اعتماد فيما يتعلق بإعادة استئناف العلاقة لجهة أولا من خلال تدابير عملية. يعني هذه التدابير العملية تتمثل أولا بوقف أي شكل من أشكال دعم أو تمويل الإرهاب وعدم توفير ملاذات آمنة لهم، وأعتقد بأن الجميع يعلم
بأن الفصائل التي تتواجد في محافظة إدلب خاصة تنظيم القاعدة تحظى بدعم منه، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا اليوم لا يمكن تحت تبرير عنوان الدفاع الاستباقي أو غيره الغير مشروع وعدم توفر شروط ممارسة الدفاع عن النفس المنصوص عليها في القانون الدولي حسب 51، لا يمكن تبرير حالة الغزو وما قام به أردوغان تحديدا فيما يتعلق بشمال شرق سوريا. هذه الحالة اليوم عبارة عن حالة غزو واحتلال. بالتالي اليوم إدارة وإزالة آثار العدوان، الدولة السورية تفسح المجال للمبادرات، لكنها أيضا بنفس الوقت هي تترك كل الخيارات مفتوحة وتعلم بأن الشعب التركي لا يدعم هذا الاحتلال ولا يدعم هذا الغزو، لأنه هذا مشروع أمريكي يحاول ويعمل أردوغان تسويقه للرأي العام التركي أنه من أجل مصالح الأمن القومي لشد عصب الداخل التركي في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وأيضا يعني تأثر الأوضاع أو تأثر مزاج الهيئة الناخبة لحزب العدالة والتنمية من خلال النتائج الأخيرة وخاصة انتخابات البلدية. طيب أستاذ طه عودة أوغلو، قلت أنه الآن ربما لا ترى أنقرة حاجة لأن تكون هناك علاقات متقدمة مع الجانب السوري، طالما أن روسيا الفاعل المؤثر يستطيع أن يحقق أو يهدد من روع ومخاوف الجانب التركي فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، لطالما نظر إلى العلاقة ما بين الجانبين التركي والروسي بأنها مرت بمراحل تاريخية صعود وهبوط إلى وسط إلى قمة التعاون الاستراتيجي وتبادل الزيارات ما بين الجانبين، وأن سوريا ربما كانت الجسر الأهم لتركيا إلى المنطقة العربية، أنت ترى عودة تدريجية للعلاقات العربية والسورية وربما نرى قريبا المقعد السوري الشاغر مليئا بالوفد الحكومي السوري، هنا كيف ستنظر تركيا إلى هذا التغير وقد يكون تغير قريب؟ معي 30 ثانية أجد إجابة موجزة وأعذرني. يعني بتصور أعتقد في الوقت الحالي أنقرة لا تريد أن يكون هناك تعاون مباشر مع الدولة السورية لأسباب، هناك كما ذكرت لك هناك الهاجز الكردي، في حال تم تعاون من الممكن أن تكون يطالب النظام السوري بطرد أو بالمطالبة بطرد القوات التركية بوصفها قوات احتلال، هي في الوقت الحالي طيب تريد. طيب باختصار يعني هنا ألا تعتقد أن ألا تعتقد أنه ربما الرئيس التركي رفع من السقف كثيرا وأدرك اليوم بأنه لن يستطيع أن يذهب بمخيلتي بأن النظام سيرحل؟ الكل ربما اليوم لا يرى أن النظام يجب أن يرحل، النزول من السقف بات صعبا عليه. إجابة مختصرة جدا. يعني بتصور أعتقد أنقرة تدرك تماما بأن العلاقة مع دمشق هي باتت قريبة وهي بانتظار التطورات. نعم. إن كانت على صعيد العلاقة مع روسيا، هذا هي الأيام القادمة هي سوف ترينا. نعم. ماذا سوف يحدث على صعيد العلاقات ما بين الطرفين. طه عودة أوغلو من إسطنبول شكرا لك، كذلك عبد القادر عزوز المستشار برئاسة مجلس الوزراء السوري شكرا جزيلا لكما. إذا بهذا نأتي إلى ختام العاشرة، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله، هذه تحية وإلى اللقاء. We'll be right back.